تعيد والعيد. ومشاهدينا بنصب عليكم بنوجه تحيه اكيد لزميلتنا الهام حوامدي على هذا التقرير الحلو اللي ببين اجواء العيد سواء من خارج بيوتنا او من داخل بيوتنا. تعرفنا طبعا من خلال التقرير على تفاصيل كثير جميله في عيد الميلاد المجيد، وراح نكمل اليوم حتى نعرف روحانيات والابعاد الدينيه لها الزينه يمكن اللي شفناها من شجره، من حلويات، من ديكور ممكن انه نزين فيه ببيوتنا، وراح نعرف كمان شو الطقوس اللي ممكن انه نأديها كأردنيين سواء الليله هي ليله العيد وايضا غدا خلينا نقول اول يوم من ايام الاعياد المجيده. كل هاي التفاصيل راح تكون مع الست نورهان فاخوري قمو اللي شرفتنا ونورتنا بالاستوديو. صباح الخير. صباح الخير. كل عام وانت بالف خير ست نورهان. شكرا كثير لك الكساندرا على دعوتكم كمان لنا بمناسبة عيد الميلاد. شرفتينا ونورتينا. يمكن انا وياكي كنا عم نتابع التقرير وهيك دخلنا باجواء العيد والكريسماس كارولز والزينه، وحابين اليوم من خلالك اكيد نعرف حضرتك زودتينا يمكن بالكوكيز اللي موجوده بالاستوديو. بنوجه تحيه لاختك اختي سوزان. هذا عمل عمل اختك بالزبط. سوزان وبدنا نشوف معاكي ست نورهان، وحضرتك طبعا باحثه اجتماعيه وناشطه بالكثير من الاعمال التطوعيه والاجتماعيه، بنحييكي على هذا النشاط بدايه. واجبنا انه نخدم وطننا ونخدم بلدنا. ما شاء الله عليكي. وبدنا نعرف من خلالك عن الشجره، احنا دائما بنعرف عيد الميلاد المجيد هو بمناسبه ميلاد السيد المسيح، والسيد المسيح ولد في مغاره بيت لحم. صحيح. لكن احنا بنحتفل بالكريسماس اكيد بنحط مغاره تحت الشجرة، لكن احنا بنحتفل بالشجرة. صحيح. فمن خلالك حابين نعرف الشجرة ماذا تعني بالورق الأخضر اللي فيها، بالنجمة وبالزينة اللي عليها كأبعاد روحية ودينية. صحيح. شكرا مرة ثانية كمان للتلفزيون الأردني على كمان على اليوم اللي اعطونا اياه. بكره عندنا عطله بمناسبه عيد الميلاد، وهذا شيء حلو كثير ونفتخر فيه، وبحكي كل عام وانتم بخير مش بس لشعبنا المسيحي كمان لكل شعبنا المسيحي واسلام مع بعض كل كافة. سنه هم سالمين وان شاء الله السلام يدوم في وطننا وفي بلدنا ويحمي ملكنا وحكومتنا. صحيح. آمين يا رب. صحيح. يعني كان فعلا ميلاد مجيد، ميلاد الرب يسوع، لانه لما ولد الرب يسوع في مذود حقيقي في بيت لحم اجى وقسم التاريخ لقسمين، صار عندنا ما بعد الميلاد وما قبل الميلاد. وهذا شيء عجيب انه كطفل يولد في مذود ويقسم التاريخ لقسمين. ولما ولد انت عارفه انا حاطه بجوز على الشجره قبل ما اطلع على النجمه حاطه الملك قبل لما ولد اجت الملائكه وترنمت. صحيح. واجت للرعاه وحكت لهم وقت ميلاد المسيح. انت عارفه كيف نربطهم الميلاد بالقيامه، لما اجى ميلاد المسيح ترنمت الملائكه وحكت للرعاه المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره. وبنفس الوقت لما اجى عشان هدف معين، اجى يموت ويقوم، وقت كمان موت وقيامته من الاموات ردت اجت الملائكه مره ثانيه واجت للمريمات وحكت لهم لماذا تطلبنا الحي من بين الاموات؟ ليس هو هنا. وعشان هيك احنا يمكن بنحط الملاك على الشجره. بالضبط، لانه الملاك مش بس يعني ظهر للمريم، ظهر لمريم وخبرها بالخبر السار انه راح يولد المخلص وراح يوصل راح نسميه اسمه يسوع، ومعنى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. وظهر لمريم وبعدين ظهر للرعاه زي ما حكينا. عشان هيك احنا عم نحط عصات الراعي انه حسب التقرير اللي شفناه البيت كتير حلو وكتير فخم، عارفه الاشياء اللي حطوها، لكن مش كل الناس بتقدر تعمل اللي احنا شفناه، لكن الهنا اجى من اجل عامه الشعب، اجى من اجل الشعب البسيط كمان. صحيح. وارادته انه جميع الناس يخلصوا ويتعرفوا عليه. فعشان هيك لما الملاك اجى للرعاه معناه انه انا اجيت من اجل كل الناس. وهي العصا هون بتمثل الرعاه، بتمثل الرعاه وبتمثل الشعب البسيط. صحيح. المحتاج. النجمه اللي هي النبوات بالقديم، انت عارفه قبل الاف السنين من ميلاد المسيح، حتى كانت في مخطوطات بسفر اشعياء النبي بتحكي عن ميلاد السيد المسيح انه يدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. هاي المخطوطات وجدت عندنا بالاردن، فالنجمه كانت دلت كانت الدلاله بالقديم على مكان ميلاد السيد، على مكان المسيح. ودلت الحكماء الثلاثه اللي اجوا من الشرق عشان يفتشوا على الطفل المولود على المخلص، فمن خلال النجمه اللي دلتهم ومشوا واجوا الثلاثه وهم الحكماء من المشرق، يعني يعتبروا من الاغنياء الكبار. فلما اجوا وجدوا طفل يسوع بمذود حقير كل واحد ركعوا
وخضعوا له وقدموا له الهدايا. نعم. فعشان هيك بنحط الهدايا، واحنا هاي هي كانت قبل الهدايا. بس بدي اذكر يمكن دكتوره ميسا عم بتغششني لانه هي كانت ببيت لحم، عم بتقول لي في شارع هناك في بيت لحم اسمه شارع النجمه، واللي هو طبعا بدل على النجمه اللي دلت الرعاه. طبعا. على مكان ولاده. بالضبط. النجمه المسيح. دلت. نعم. المجوس. صحيح. دلت المجوس اللي هم الحكماء الثلاثه على الميلاد، ولما اجوا عشان هيك احنا بنقدم لبعض بعيد الميلاد هدايا. هدايا. اعياد ميلادنا، الهدايا هي كانت فكرتها من الحكماء الثلاثه اللي اجوا قدموا الهدايا، قدموا له الذهب واللبان والمر. الذهب انه هو راح يكون ملك، بس ملك على قلوبنا وعلى حياتنا وسيد على حياتنا. اللبان عباره عن البخور انه الكهنوته. والمر اللي هو بتنبأ بموته وصلبه وقيامته بين الاموات، فعشان هيك هدول هدايا الثلاثه. حتى انت عارفه بجوز مش حطيته قالب الكيك، مش احنا بنعمل باعيادنا قوالب كيك صح، ومغير كريسماس كيك، باي عيد ميلاد شخص بنعمل قالب كيك صح. الفكره كانت انه كمان بالقديم انه بعض الناس بعد ميلاد المسيح كانوا يقدموا لبعض الهديه، كانت البدايه انهم بمناسبه عيد ميلاد يسوع المسيح احنا بنعمل عيد ميلاد. فكلها افكار. صحيح. اشياء قديمه. طب ست نورهان، الالوان يعني احنا دائما متعودين على شجره الكريسماس هي الوانها الذهبي الاحمر الاخضر، يمكن هلا صار في شويه الوان مختلفه. اسمع، هل الالوان بتدل على شيء؟ وهل الالوان المختلفه اللي هلا عم بيعملوها هي مجرد ديكورات؟ الالوان كلها الوان حلوه، وربنا اعطانا هالالوان وهالطبيعه الحلوه. لكن فعلا الالوان عندنا بعيد الميلاد بتعني عندنا كثير، يعني الشجره الخضار بيعني حياة، بيعني نمو في حياتنا، وهذا إشي حلو واستمرارية الحياة. فالخضار بيعني الحياة. الألوان الموجودة، أنت عارفي إحنا اللون الأحمر هو أكثر لون إحنا كمان فيه، اللون الأحمر، وحتى الطابة إذا بتشوفيها الطابة مدورة. صح. مدورة بتعني إنه رب يسوع حكى إنه أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. طابة مدورة ما إلها لا بداية ولا نهاية. عشان هيك أنا كمسيحية، كإيماننا كمسيحيين عم نحكي إنه بنثق إنه الرب يسوع ما إله بداية وما إله من إجا من البداية. واللون الأحمر هو برجع لنفس لون كمان الدم اللي بذله يسوع على الصليب من شاننا احنا، فعشان هيك لون الاحمر. ما بدنا ننسى يمكن الاضاءه، وبدنا حتى ننوه يمكن انه تم اضاءه شجره الكريسماس بالفحيص، رئيس الوزراء ضوى شجره الكريسماس بالفحيص واللي هي تعد من اطول الشجرات الكريسماس في الاردن، وايضا في مادبا ضوى الشجره. فعلى سيره الاضاءه خلينا نحكي يمكن عن اضاءه الشجره اللي متعودين عليها نشوفها دائما بالدوام. احنا بالنسبه لنا الاضاءه هي اهم شيء بالشجره. عرفتي يعني تحطي شجره تزينيها شيء حلو كثير، بس لما تضوي هاي معنا هاي المشاهد لاضاءه رئيس الوزراء اكيد للشجره في حلو. لما تضوي بتزيح الظلمه، النور بزيح الظلمه. عرفتي كمان الاضاءه يعني بحكي معلش اقرا لك شوي، بحكي رب يسوع حكى نفسه عم بيحكوا عنه اليوحنا المعمدان، كانت الحياه والحياه كانت نور للناس والنور يضيء في الظلمه والظلمة لم تدركه. انت عارفة لما بيجي النور بتروح الظلمة. صحيح. فالنور هو، ويسوع نفسه حكى عن نفسه انه انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. نعم. ست نورهان، بالنسبة للكوكيز هيك على السريع حتى نقدر انه نكسبك ونكسب كل التفاصيل الخاصة بعيد الميلاد، الكوكيز احنا بنشوف يمكن بعيد الفصح أكثر بيعملوا كعك ومعمول زي ما شفنا بالتقرير، لكن بالميلاد بنعمل الكوكيز وبنكهات مختلفة، احكي لنا شوي عن هالكوكيز واللي هي بتكون أشكالها من الأشكال الزينة اللي موجودة على الشجرة. بالضبط. سواء شجرة بابا نويل أو عصا الرعاة أو النجمة. فاحكي لنا شوي عن تقليدها. هي الحلويات، الحلويات هي ماخوذه من نفس فكره الزينه اللي عم نحطها على الشجره. نعم. نحاول تنحط بالحلويات، وممكن مرات انه عم نزيد مثلا الزنجبيل، بسكوت الزنجبيل او الجنجر. بسكوت الجنجر اللي بيحكوا عنه، انه ممكن انا بحكي يعني مجرد يعني اشخاص فكروا باشياء معينه، انه ممكن اشياء ما بعرف ايش بالضبط يعني ايش البهارات اللي فيها، لكن تقليد صار تقليد وصرنا نلحق غيرنا، زي ما كانت الكعكه، زي ما كانت المعايدات الهدايا. تقليد اخذناه من القديم ومن طبقه، لكن هلا صاروا الناس خلاقين اكثر. صحيح. بحاولوا انهم يعملوا اشياء كثيره وافكار جديده، الشجره، عصات الراعي، كل شيء، والنجمه والجرس.
يعني بدنا نشكرك على هدول الكوكيز اكيد وعلى الشجر اللي زودتينا فيها بالاستوديو، ونحكي هيك خلينا نقول باختصار يعني، ولو انه نفسنا نقعد بوقت اطول نتحدث مع حضرتك ست نورهان عن ليله يمكن الكريسماس ايف المعروفه اليوم وبدايه اول يوم بالعيد بكره، كيف الاردنيين كطقسنا كيف بنحتفل في ليله العيد وفي اول يوم العيد، وقديش هاي الجمعه اللي لها دخل يمكن حتى بدايه الاسبوع بتزيين الشجره وبعمل الكوكيز اللي بتكون جمعه العيله، صح. وايضا بهدول اليومين احكي لنا هيك شوي. ارجع لك كمان قبل بشهر، لانه في اخر خميس بيكون بالشهر شهر 11 بيكون عيد الشكر، هاي بدايه احتفالات العيد. نعم. يعني بيكون عندنا احتفال بعيد الشكر، وعيد الشكر انه نتذكر نشكر الله على كل شيء احنا فيه، على كل النعم، على رغم الاشياء الصعبه والظروف الصعبه اللي احنا عم نمر فيها، نتذكر نشكر الله على نعمه السلام والهدوء الموجود عندنا في البلد، وربنا يديم هالسلام وهالهدوء. بعدين اليوم ليله عيد الميلاد، اليوم راح يكون احكي عن بيتنا احنا، مثلا اليوم احنا راح يكون عندنا لقاء مع اهلي بين مساء، راح نقعد مع بعض نتعشى مع بعض ونسهر مع بعض ونرنم بعض ترانيم الميلاد، فبيكون سهره حلوه نسهرها فيها مع بعض. ثاني يوم العيد بكره الصبح، انا اقول لك بالنسبه لي انا عندي زياره بكره للسجن، لمركز اصلاح النساء، اروح اعايد على البنات النازلات، احنا انا عندي خدمه في السجون بزورها، شكرا، فراح اروح الصبح بكير على ازور البنات واعايد عليهم، وهلا اذا بسمعوني بقول لهم كل سنه هم سامعين كمان. وبنفس الوقت بعدين راح نروح على الكنيسه، بنروح للصلاة، بنروح على القداس، وبنخلص القداس بنرد بنرجع، في معنا ساعة ساعتين قبل نعايد فيهم بعض الناس، بعدين بنيجي على الغداء. عادة أول يوم بالعيد بيكون الغداء، أنا بالنسبة لي بيكون عند أهل زوجي أمجد قمو، الله يخليهم، فبكره الغداء عند حماتك. بكرة عشان حماتي تعبانة شوي ما تقدرش كتير هي وحماي، فراح يكون عند بنت حماتي بسمة، أعطيهم الصحة بسمة ومازن، فبكرة راح نتغدى عندهم. فعلا كل عيد عم نتغدى عندهم، وكل سنة هم سالمين، ونتغدى وبنقعد مع بعض، وبعدين بنكمل معايدات، نطلع من عايد الناس ومنهنيهم، لانه كمان بدايه سنه جديده عندنا، عارفه، نشكر الله انه سنه جديده، سنه قديمه مرت، ونصلي من اجل سنه جديده انه ربنا راح يعطينا اياها، وان شاء الله تكون سنه سلام ان شاء الله. امين امين. يعني ست نورهان بهالجمعات الحلوه بالعيد دائما نتذكر انه نهتم ببعض اكثر ونحب بعض اكثر، ونستغل هذا الوقت بانه نزرع ونحكي لكل الاشخاص عن مشاعرنا تجاههم، احنا بنحبكم، احنا بتعرفي هاي هذا روح الميلاد نفسه فعلا. يعني قبل يعني حلو انه نحتفل بالاحتفالات والزينه والاشياء، صح. هاي اشياء حلوه كثير، لكن قديش احنا بنحتفل بصاحب العيد نفسه، صح. يعني بتفكري الرب يسوع بده هالهدايا نقدم له اياها؟ اقل شيء ربنا بيطلبه منا انه نقدم قلبنا له، قلبي الصغير لرب هديتي، بقدم قلبي وبطلب انه يدخل في قلبي ويغير حياتي ويعطيني حياه ابديه، وتكون سنه جديده، سنه مليئه للجميع باعمال الخير. انت عارفه بنكون بالميلاد لما في ترنيمه بتحكي لما اكسي عريان توبه حب، صحيح، لما اطعمي شخص محتاج، لما اساعد اي شخص، انا بكون في الميلاد 100%. يعني ست نورهان كلام في غايه الروعه وفيه روح عيد الميلاد المجيد. بدنا نشكرك، نشكر وجودك معنا، نشكرك على المعلومات اللي زودتينا فيها. كل عام وانت بألف خير وعائلتك بألف خير، شكرا، وكل اللي حواليك، وان شاء الله بس تقعدوا وتجتمعوا، عايدي على الجميع باسمنا وباسم برنامج يوم جديد. شكرا كثير، وانتم كل عام وانتم بخير، وملكنا وطننا بسلام وهدوء واطمئنان. امين. كل سنه وانتم سالمين. وانت سالمه يا رب. كانت معنا اكيد ست نورهان فاخوري قمو، وتحدثنا عن روحانيات والابعاد الدينيه لذيذة العيد. فاصل قصير مشاهدينا، ورح نرجع بعد هذا الفاصل مع إلينا اللي طبعا قادمين من إيطاليا هي وابنها، حتى نعرف عن طقوس عيد الميلاد المجيد في إيطاليا، وأيضا تجربتهم الأولى خلينا نقول بالكريسماس في الأردن الحبيب.